لمناقشة الصراع أيضا على الوزارات في العراق، معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق الراوي. مرحبا بك دكتور فاروق. إذا 8 أشهر من تسمية عبد المهدي لرئاسة الحكومة ولا تزال حكومته غير مكتملة، على ما يدل هذا؟ أعتقد آخر جملة في التقرير لخصت ما كان موجود في العراق من 2004 ولحد الآن. فعلا العراق يحكم بالوكالة، فعلا الوزارات هي وزارات هامشية، رئيس الوزراء محكوم بقرارات سواء كانت إرادة أمريكية أو إرادة إيرانية، وما على رئيس الوزراء إلا تنفيذ المشروع أو الورقة المعدة من قبل القوى الفاعلة في العملية السياسية. لذلك لم نجد حكومة عراقية مكتملة منذ 2004، منذ حكومة اياد علاوي ومن ثم الجعفري ومن ثم المالكي وحيدر العبادي والآن عادل عبد المهدي. إذن العملية هي مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات ولحد الآن. طيب، يعني هل سيجد العراق إذن فرقا لو أكملت هذه الحقائب الوزارية؟ ما الذي سيفيد العراقيين، ولا سيما أن كثيرين يؤكدون أن حكومة عبد المهدي ستكون قصيرة الأمد؟ أعتقد أنه سواء كان موجود وزير الداخلية أو وزير العدل أو وزير التربية سوف لن أو وزير العفو الدفاع سوف لن تحل المشاكل. الكهرباء لا زالت أزمة الكهرباء متفشية منذ 2004 ولحد الآن، رغم أنه هذه الوزارة تدار من قبل وزير في أكثر وزارة. نفس الشيء ينعكس على وزارة الصحة وسبل الخدمات، وزارة الإسكان، أي وزارة من الوزارات لم تحقق للمواطن العراقي أي شيء. ولذلك سواء كان وجود الوزير أو عدم وجود الوزير لا أعتقد أن ذلك سيغير من الواقع شيء. يعني إعادة هذه المحاصصة من جديد في تسليم الحقائب الوزارية، لماذا تعاد هذه الطريقة، استنساخ هذه الطريقة في كل حكومة على الرغم من أنها أثبتت إخفاقها؟ لأن الذي يدعم هذه السلطة هو يريد ذلك، هو خطط لذلك. المحاصصة الطائفية يعني الدستور الذي شرع هو أقر المحاصصة الطائفية، الإرادة الأمريكية ومن ثم الإرادة الإيرانية أرادت أن تستمر هذه المحاصصة لإضعاف العراق، لتفرقة العراق، لتمزيق العراق، وهذا الذي يحصل. الداخلية والدفاع من أهم الوزارات الشاغرة حتى الآن، لماذا برأيك دكتور فاروق اشتد الصراع على هذه الوزارات الأمنية؟ ما المكاسب منها؟ المكاسب كثيرة. أولا حينما تكون قوة الجيش وقوة وإرادة القوة بيد كتلة سياسية بالتأكيد هذا يعزز الكتلة نفسها، لأن الكل يعمل من أجل الكتلة وليس من أجل العراق، سواء كانت وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. ولا ننسى عهد المالكي كيف استمر أكثر من 2 سنوات بدون وزير دفاع وبدون وزير داخلية، واستمر هو يحكم ومن يتحكم بالإرادة الداخلية وبإرادة الدفاع. برلمانيون أكدوا أن رؤساء الكتل السياسية تفردوا باتخاذ القرارات وتقاسم المناصب الخاصة، إذن ما مصداقية الحديث عن شراكة حقيقية وعملية ديمقراطية كما يصفها شركاء العملية السياسية؟ أنا بالنسبة لي لا توجد شراكة حقيقية ولا يوجد أصلا بالأساس سلطة حقيقية عراقية تحكم العراق. منذ عام 2003 ولحد الآن السلطة التي تحكم العراق هي سلطة مسيرة وليست مخيرة، والقائمين على هذه السلطة يبحثون عن مصالحهم الخاصة، وبدليل أنه لم يتحقق على أرض الواقع أي شيء إيجابي في كل ناحية الحياة، سواء كان في قطاع الخدمات أو في قطاع الإسكان أو في قطاع التعليم. أو الآن إذا تذهب إلى قطاع التعليم اللي هو لم يشغر في أي يوم من الأيام، دائما كان قطاع التعليم العالي وزير التعليم العالي يعين، ولكن الجامعات تعاني، التعليم مستوى العلمي في الجامعات العراقية انخفض إلى بحيث أصبح خارج
التخطيط العالمي او ما يسمى بالتقييم العالمي للجامعات. فاذا اذا اذا المصلحة الخاصة للكتل وللأحزاب والموجودين هي هو السائد منذ 2004 ولحد الآن. شكرا جزيلا لك من أثينا دبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق الراوي.